غدرت أول طائرة للخطوط الجوية اليمنية من العاصمة صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان، وذلك بموجب اتفاق الهدنة الأممية الإنسانية، وعلى متنها نحو 126 راكبا من المرضى ذوي الحالات الحرجة. وتأتي هذه الرحلة بعد جهود كبيرة بذلها المبعوث الأممي وبدعم من تحالف دعم الشرعية وتسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة اليمنية لتجاوز العراقيل التي وضعتها ميليشيا الحوثي.